مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل الخير، أهلا ومرحبا بكم في نشرة أنغام الفنية. أسرة دار فلاح تعيد الذكرى المنسية في أمسية رائعة وحضور جماهيري كبير بمسرح شباب أم درمان. احتفلت أسرة منتدى دار فلاح لتطوير الأغنية الشعبية بتكريم الفنان العملاق النور الجيلاني، وكان ذلك بمشاركة عدد من الفنانين والشعراء، في مقدمتهم الفنان محمد ميرغني ومحمود تاور وياسر تمتام، الذين أكدوا على المكانة الكبيرة التي يتحلى بها الجيلاني في الوسط الفني، وكذلك الذي شكل وجدان الشعب السوداني من خلال تلك الأغنيات الرائعة. وشارك في التكريم الفنان سليمان الأمين الذي أجاد أغنيات النور الجيلاني لدرجة الامتياز وتقمص دور كدراوية، مما دفع النور الجيلاني للقيام والنهوض إعجابا به. شكرا لدار فلاح على تكريم النور الجيلاني، ونتمنى له الصحة والعافية. الموسيقار الفاتح حسين: النوتة هي طريقنا للتطوير. قال الموسيقار دكتور الفاتح حسين إن عدم التعامل مع النوتة الموسيقية جعل الفنانين في المربع الأول من الموسيقى، إلا أنهم لا يزالون يتعاملون بالتلقين، وهذا ما يسبب الجوطة. لماذا؟ لأن الموسيقي له حدود سمع محدودة، والنوتة تسهم في توحيد الأداء. وأشار النوتة الموسيقية هي طريقنا للعالمية، وأكد حسين على أنه لا يوجد تدني في مستوى التأليف الموسيقي، لكن هناك غناء جاد وآخر خفيف هش سريع الذوبان. وأشار إلى التطور الذي طرأ على الموسيقى منذ العام 1986 الذي قاده طلبة وأساتذة كلية الموسيقى عبر فرقها المختلفة السمندل وعزة وغيرها. عودة النظام يريد بالمسرح القومي. يستعد فريق عمل مسرحية النظام يريد لعرض المسرحية على خشبة المسرح القومي ابتداء من 20 فبراير بعد العروض التي لاقت القبول بقاعة الصداقة. النظام يريد من أنجح المسرحيات في السودان لمدة طويلة بعد انقطاع طويل وخمول للمسرح السوداني، وهي تنافس المشهد السياسي الأخير المتمثل في ثورات الربيع العربي التي شهدت تغيير للأنظمة الحاكمة في هذه الدول، وهي فكرة أشرف بشير، تأليف مصطفى أحمد الخليفة وإخراج أبو بكر الشيخ. قدم اتحاد الكتاب السودانيين في إطار يوم الشعر الشهري، قدم تجربة الشاعر الكبير أبو قطاطي الشعرية، وكان ذلك يوم الأحد الماضي، وكان ذلك بدار الاتحاد بالعمارات. وقدم الورقة الرئيسية في الأمسية الشاعر كامل عبد الماجد، شاركه عز الدين صديق. الفنان حيدر بورسودان: أين أنت؟ حيدر محمد عثمان نصر الشهير بحيدر بورسودان نشأ في أسرة مليئة بالفن، وأجاد العزف على آلة الأورج، كان مثيرا للجدل في فترة، فهو يمتلك صوت شجي وخامة صوتية نادرة. صقل تلك الموهبة بالدراسة في المعهد العالي للموسيقى العربية بمصر، تغنى بأجمل الأغنيات: عروس البحر يا حورية،
ثغرنا الباسم، يديك العافية، الريد البخافة، يا حبيب المسافات. هذا على سبيل المثال. الفنان حيدر بورسودان، أين أنت من الساحة الفنية؟ نفتقدك ونفتقد لأعمالك الجديدة، لأننا ننتظر منك الكثير، فأنت فنان لا يشق لك غبار. الفنان الكبير صلاح بن البادية يستعد لمعانقة الجمهور، يعجز اللسان عن وصفه، فهو مدرسة فنية قائمة بذاتها في الألحان والأداء. سيقام في الأيام القادمة مركز ثقافي يحمل اسم ابن البادية. وبعد تكريمه من قبل مؤسسة أروقة، فهو يسعى جاهدا لإحياء حفل جماهيري سيعلن عن موعده قريبا. تحية وتقدير للفنان صلاح بن البادية. صوت شجي وعبقرية لحنية جمع بين نداوة الصوت وموهبة التلحين، والشاهد على ذلك تلك الرائعة التي كتبها محجوب سراج، حبة شوق. إنه الفنان صلاح مصطفى. بداياته الفنية لم تكن تقليدية، لأنه قد قدم إلى الساحة الفنية بأعماله الخاصة، لم يعتمد على أغنيات غيره. ضربة البداية الفنية للمبدع صلاح مصطفى طبقا لما كتب الأستاذ صلاح عبد الحفيظ، عندما جاء العام 1958 شهد بزوغ نجم صلاح مصطفى بأغنيات استمع إليها عبر لجنة الأصوات بالإذاعة السودانية أم درمان، وتلك اللجنة الصارمة التي تشكل هاجسا لكل المطربين في تلك الفترة، وهم متولعيد محمد عبد الرحمن الخانجي وحلمي إبراهيم. عندها تغنى صلاح حبيبة غريبة وشارع الصبر، وهو أحد خريجي مدرسة البريق والبرق، هذه المدرسة العريقة التي خرجت مجموعة من الشعراء على رأسهم رئيس اتحاد شعراء الأغنية محمد يوسف موسى، وخرج منها أيضا شاعر العيون عبد الله النجيب الذي كون معه ثنائية رائعة، وكذلك مع عدد كبير من المطربين. التقى الفنان صلاح مصطفى بعدد كبير من شعراء العمالقة الذين قدموا له العديد من الأعمال، نذكر منهم على سبيل المثال مصطفى سند الذي تغنى له بأغنيات جميلة، شارع الصبر وغالي الحروف، بريد الشوق، وكذلك شاعر العيون كتب له صدقت العيون، إبراهيم الرشيد ومحجوب سراج كذلك تفردوا بأغنيات جميلة وقصائد رائعة، الماضي والحاضر وبعد الغياب وغيرها من الروائع. براد بيت وأنجلينا يعودان مع أسرتهما إلى أمريكا بعد فترة طويلة في أستراليا. عاد النجمان بيت وأنجلينا مع أسرتهما الصغيرة إلى الولايات المتحدة، وتحديدا في لوس أنجلوس. أنجلينا كانت تعمل في أستراليا على إخراج فيلم جديد، فيما تنقل بيت بين أمريكا وبريطانيا وأستراليا، عاد للمشاركة في حفل توزيع جوائز الأوسكار في مارس المقبل. ديانا كارازون، سأواصل دعمي لأهداف روتانا الإنسانية. أعربت الفنانة الأردنية ديانا كارازون عن سعادتها للمشاركة في مهرجان أرجل وعجلات، وقالت إنها للمرة الثانية على التوالي تشارك في نشر أهداف روتانا الإنسانية، وأشارت إلى ضرورة أن يساهم الفنان في نشر التوعية والثقافة بين أفراد مجتمعه كجزء من رسالته بجانب الفن والغناء. مشاهدين الأعزاء في كل مكان، وصلنا إلى قصة أغنية، وقصة اليوم هي أغنية عمري.
عمري للشاعر مختار ضفع الله، وتغنى بها الراحل المقيم محمود عبد العزيز، وصاغ لها الألحان دكتور هاشم عبد السلام. يقول الشاعر مختار ضفع الله: اتفقت مع الفنان الشاب أيمن دجلة على تعاون فني، أصر عليه الشاعر الصديق التجاني حاج موسى، فقمت بإعطائه قصيدة عمري، والذي بدوره أعطاها للملحن هاشم عبد السلام. ونسيت هذا الأمر، سافرت للسعودية، وعند عودتي بعد 4 سنوات زارني الصحفي عبد الباقي خالد عبيد، وقال لي: المطرب محمود عبد العزيز يريد مقابلتك ويتعرف عليك، وتم تحديد موعد اللقاء. وبعد اللقاء اتفقنا على تعاون فني، وبعد أيام التقيت بالملحن هاشم عبد السلام، والذي أخبرني بتلحين أغنية عمري أصبحت جاهزة، فعرضت عليه اسم محمود عبد العزيز فوافق عليه على الفور، فتم تحديد موعد البروفة. وبالفعل تمت البروفة، وفي نفس اليوم يوم البروفة قام محمود بأداء الأغنية وغناها في حفل ميلاد في مدينة بحري، إذ كان محمود عبد العزيز ذكيا حفظ الأغنية من خلال 3 بروفات فقط. عمري بعيد بالساعات عشان خاطر مواعيدك، أماني اللقية في عيوني، 200 ألقاك وضم إيديك، دي حتى عيوني يا غالي بقت والهانة بتريدك، تمر اللحظة والساعة، أقيف يا غالي وحداني، أمني عيوني بيشوفتك، تعود الفرحة من تاني، تمر اللحظة والساعة، أقيف يا غالي وحداني، وأمني عيوني بيشوفتك، تعود الفرحة من تاني. Thank you.
الهنا والديدة مشاهدينا في كل مكان. انتهت نشرة أنغام الفنية لهذا اليوم. غدا لقاء جديد عبر خدماتنا الإخبارية المختلفة. حتى ذلك الحين، السلام عليكم.